جزئية تانية يمكن ما كناش بنتكلم فيها قبل ما نخش على الهوا، بس هطرحها معاكم دلوقتي. فكرة إنهاء الدوري في 28/5 ده هيفرق معانا في إيه كمان؟ أنا عايز أقول لك حاجة في الكواليس على ذكر 28/5. وإحنا بنعمل الجدول كان دايماً الهدف الأساسي بتاعنا، ويمكن ده كان كلامي مع أحمد وإبراهيم، إن أي يوم زيادة طب فيه إحنا هنزود على 28/5. أنا قصدي أقول لك إيه؟ قصدي أقول لك إن المنظومة القائمة على إن هي بتعمل جدول الدوري لازم يكون عندها هدف محدد إن هي تنهي الدوري في شهر 5 في الميعاد ده. لا إيه الاستثناءات عشان نبقى طبيعيين زي دول. انا اقول لك بقى حاجه دايما ما بناخدش بالنا منها الا مع نهايه كل موسم بنحس بالازمه. انت في لعيبه، معظم اللعيبه بتنتهي عقودها في شهر 6 بالظبط. عايز تبيع لعيبه اجانب عندك تسوقهم بره ما بتعرفش، عايز تبيع لعيبه مصريين تسوقهم بره ما بتعرفش، ما الموسم بقى شغال معاك لل 8 و9 و10 عايز تشتري لعيبه ما بتعرفش طبعًا. بتفضل طول الوقت عندك خلل كبير جدا صيغه العقود كمان لو تفتكر موقف بن شرقي لما لعب نهائي الكاس امام الاهلي وعقده منتهي مع الزمالك بالظبط كده، ومودست في اخر فترته مع الاهلي لما كان الاهلي هيمد معاه شهرين كان هيدفع فلوس كتير. اكتر حوالي 300,000 دولار زياده. فانت بتكلف الانديه اموال كتيره جدا ويعني بتخليها بتصعب على فكره ان هو لو في لعيب عنده مثلا زي محمد عبد المنعم لو كان الدوري مخلص من بدري، يعني الدوري خلصان من بدري كان موضوع منها هيبقى اسهل في الاحتراف بره. مش بس كده بالظبط، التخطيط عموما يا كريم هيبقى في اكتر من عرض بالظبط، برضه في انديه خلصت خلاص قفلت، فانا انا كنت عايز محمد عبد المنعم بس انا اشتريت خلاص، فالاهلي بدل ما كان هياخد مثلا 4 5 مليون جنيه في عبد المنعم من نيس كان ممكن ياخد 10 من نادي تاني لو الدوري كان بياخد ده على كل الانديه وعلى كل اللاعبين. وفي تخطيط المدرب نفسه انا كمدرب وانا بنهي الموسم في شهر 5 ببقى حاطط ليست عندي اللعيبه اللي انا عايزها تمشي وابدلهم بلعيبه تانية. دلوقتي على سبيل المثال احنا شايفين ان الاهلي وسمعنا اخبار ان الاهلي بيفاوض لعيبه اجانب. الاهلي ليه اللي خلاه مستني على لعيبه هو مش عايزها في قائمته من اللعيبه الاجانب هو مش عارف يسوقهم؟ على سبيل المثال بالاسامي اللي بتتردد مثلا بيرستا واحمد القندوسي، الاهلي مش عارف يسوقهم ليه؟ لان الاهلي مرتبط بمنافسات محليه هو بيستخدم فيها لعيب زي بيرستاو. في الناحيه الثانيه احمد القندوسي هم طلعوا اعاره سيراميكا وهو مش هيعرف يرجعه من الاعاره دي غير لما الموسم يخلص، فبالتالي هو عنده ازمه لا عارف يسوق احمد القندوسي بره مصر عشان يستفيد منه ماديا ولا بيرستاو بره مصر ولا يستبدلهم. طب بكره على سبيل المثال موسم الدوري انتهى ولسه احنا مكملين الكاس، بس موسم الدوري انتهى بكره اللي هو يوم 18/8، الاهلي وكل الانديه اللي في مصر قدامها 12 يوم بس على القيد الافريقي لما يخلص، ان هم في 12 يوم لازم يخلصوا الصفقات بتاعتهم، لازم يأيدوا الصفقات، لازم يبيعوا اللعيبه اللي هم مش محتاجينهم معاهم في 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 الفرقه، لعيبه مصريه ولعيبه اجانب وكل الكلام ده كله. انت في 12 يوم مطالب منك تعمل شغل انت المفروض تعمله من بدايه شهر 6 لشهر 9 انت المفروض تعمله في 12 يوم. يعني بكره الدوري هيخلص يوم 18/8، يوم 30/8 يعني بعد 12 يوم القيد الافريقي هيقفل. في 12 يوم بقى انت المفروض تغربل بقى قائمتك وجيب اللعيبه بتاعتك وتمشي وتجيب وتبيع. خد بالك في لعيبه هتضطر تسيبها وفي لعيبه هتضطر تشتريها وفي لعيبه هتستغل الانديه بالنقطه دي. يعني مثلا بيرسي تاو الكلام اللي بنسمعه واللي بيجي لنا من النادي الاهلي ان هو بيضغط عشان يفسخ عقده ياخد قيمه عقد، ان هو لو هتخلوني معاكم او هتفسخوا عقدي انا عايز قيمه عقدي كامله. فهو مستغل ان الاهلي مضغوط في الوقت ان هو مش هيقدر يخلص صفقه جديده او مش هيقدر يقيد لعيب جديد، فانا هضغط عليكم عشان اقدر اخد منكم اكبر المكاسب. لكن انت لو مخلص من بدري من شهر 5 مثلا او من شهر 6 لا النادي عنده فرصه 3 شهور على ان هو يدور على لعيب تاني يخلص مع اللعيب اللي عايز يمشيه من عنده ده يتفاوض معاه يبقى الموضوع بقى اقل الخسائر او بالتراضي بين الطرفين. فالموضوع بيدي فرصه لبعض اللعيبه مثلا خصوصا الاجانب ان هم يستغلوا الانديه هنا في فكره فسخ العقد، ان انا جاي لك في وقت ضيق مش هتعرف انت تتصرف، فانت عشان تمشيني اديني بقى كل الفلوس بتاعتك. كمان في التفاوض مع الانديه اللي بره انت لما تروح للنادي تقول له انا عايز اشتري اللعيب الفلاني هو بالنسبه له الموسم بتاعي بدا، يعني انت هتاخده انا اجيب بديل منين؟ صحيح. وانت بالنسبه لك احنا الموسم احنا لسه بنخلص الموسم فانت بتدخل فبيبدا هو عشان يبيع لك اللعيب بدل ما كان سعره 2 جنيه بيقول لك 5. ليه؟ لان مش عارف اجيب له بديل. فانت جاي تاخده في وقت انا الموسم بدا عندي خلاص الدوريات الاوروبيه بالكامل موسمها بدا، انت جاي تاخد من عندي لعيب فانا محتاج اجيب بديل ليه. فانت بقيت انت بدل ما الانديه المصريه بتتفاوض مع انديه من بره بدل ما بتدفع 2 جنيه بتضطر تدفع 4 عشان تقدر تتعاقد مع اللعيب اللي انت عايزه، فدي خسائر ماليه. النقطه اللي احمد اتكلم فيها فكره ان اللعيبه نفسها اللي بدات تضغط عليك كنادي ان انت خلاص انت المضغوط منهم ان انت عايز تمشيه، لا انا مش همشي انا خلاص انت مضغوط فيا وانا عارف انت عايز تجيب لعيب اجنبي مكاني فانا عايز فلوسي كلها. كل حاجه غلط، لا المدرب عارف يخطط لصفقاته ولا النادي عارف يسوق لعيبته ولا النادي عارف ان هو يبقى حاطط ليست عارف مين جاي ومين رايح وبيتحرك فيها. لا انت بتعمل ده كله في 12 يوم وانت منعزل عن العالم كله، العالم كله بدا وخلاص اللي جاب واللي رجع. احنا اتكلمنا عن المسؤولين واتكلمنا عن الانديه،
خلي بالك في شق جماهيري، الجماهير لازم تبقى مدركه ان الجدول ده عشان يتنفذ محتاجين نبعد الانتماءات شويه. بمعنى هجيبها لك من جدولنا، جدول رقم 10، الاسبوع الاول الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 23، السوبر الافريقي يوم 27. في جماهير تقول لك من الناديين على فكره، تقول لك لا ازاي، طب واللعيبه مش هتلحق تريح اللعيبه مش ده حصل دلوقتي على فكره، شفت ده في التعليقات دلوقتي بالظبط. أنا ما شفت، بس انا متوقع من الحاله الجماهيريه انك تعمل 23 وماتش 27 طب نلعبها بعد كده. بالمناسبه عشان برضو توضح ده، اليوم الواحد تغيير في القصه دي تعمل غربله في كل حاجه، كل حاجه جدا بترحل كتير وخلاص يعني شبه الجدول هيبوظ. فالجماهير عليها مسؤوليه الوعي ان الموسم ده زي ما انت قلت يا كريم في الانترو استثنائي بشكل غير استثنائي، فلازم الكل يتحمل، مش المسؤولين والانديه بس، الجمهور يبقى عارف ان الموضوع هيبقى ضغط. وانا عندي قائمه 30 لاعب وعندي مدرب المفروض يستخدمهم كله، فالموضوع لازم يبقى فيه ذكاء جماهيري شويه. بس انا في الجزئيه دي يعني انا ما بحملش الجماهير مسؤوليه اي حاجه، في النهايه المسؤول مسؤول والجمهور جمهور، ودي نقطه مهمه طبعاً. لازم المسؤولين يعتبروها. اراء الجماهير كلها في اي حاجه ليها علاقه بان انت ظلمت النادي الفلاني او انت بتاجل لي او كذا، لما تحط سيستم واحد ولايحه واحده ان مفيش تاجيلات يا جماعه واللي هيلعب هنا هيخرج يلعب بره، الموضوع ده هينتهي. بس انا بقول كده عشان المسؤولين بتتاثر بالاراء الجماهير. انا هيفضل عندي وجهه نظر دايما، الجمهور عمرك ما تقدر تتحكم فيه. انت كمسؤول لو انت عندك لايحه واضحه، مهما اول ما بيتفتح باب ان انت اجلت النادي ده وما جيتش الباب، النادي ده هو اللي بيعمل.